متابعي قناة الكوبرا الخاصة بتعريف المواهب التونسية، عسلام ومرحبا بكم في فيديو جديد. باش نخصوا المقطع متاع اليوم للحديث عن قائمة اللاعبين المدعوين للانضمام لتربص المنتخب التونسي في إطار المشاركة في مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 ضد كل من منتخب غينيا الاستوائية يوم 3 سبتمبر 2021 والمنتخب الزامبي يوم 7 سبتمبر 2021. وبربي باش نكونوا واضحين، راني ما ننتميش لأي فريق تونسي من الرابطة المحترفة الأولى، وفريق المفضل واللي ما شجعش غيره ينتمي للدرجة الثالثة. واللي باش نحكيه اليوم في الفيديو هو رأي الشخصي، نجم يكون صحيح كما ينجم يكون فيه كلام غلط أو بالأحرى ما يتوافقش مع رأيك، وكل واحد عنده رأيه وينجم يحكم من عدة جوانب أخرى، ومن حقك تعبر عن رأيك بكل احترام بالتعليق أسفل الفيديو، وهكاك النجم نستفادوا منك. قبل ما نبدأ تقديرا منك المجهود، نطلب منك بكل لطف أنك تنزل جيم للفيديو، تشترك بالقناة باش تعاوننا في تحقيق هدف الوصول ل 5000 مشترك، وكانك مشترك بطبعك فعل الجرس باش تكون أول من يوصلك جديدنا. كيف العادة والعوايد والله لا تقتلنا عادة، مدرب منظر الكبير يبدأ في اللعب بأعصاب الجماهير التونسية. وفي الحقيقة مش كان منظر الكبير اللي عمل فينا هكا، وإنما كل مدرب سواء كان أجنبي ولا تونسي، سواء كان مدرب عنده سي في باهي ولا مدرب بدوره ما يفرقش معنا، الكلهم جايبهم سيمول الكرة وديع الجريء المهمة متاعهم يجلطوا الشعب التونسي ويكرهوه في الحاجة الوحيدة اللي تنجم تفرح شعب كامل. أول حاجة وأبسط حكاية ومن أبجديات كرة القدم وفي العالم وفي الجمعيات والمنتخبات الكل، قائمة اللاعبين اللي يستدعاها المدرب في المباريات الودية التحضيرية للمباريات الرسمية تكون قائمة موسعة، ومن بعد يقع الاختيار على القائمة النهائية من القائمة الموسعة لخوض المباريات الرسمية. وفي بعض الأحيان يقع زيادة لعب أو تغيير اللعب وذلك حسب الظروف، ومنها الظروف الصحية أو الإدارية. لكن احنا مع سيمونظر الكبير يحضر المجموعة في المباريات الودية بلاعبين ويلعب المباريات الرسمية بلاعبين أخرين. تصور أنت مدرب منتخب وطني يعفي كل من الحارس عاطف التخيلي معز بن شريفية ومعز حسان، ثلاث حراس حضروا مع المنتخب في الطرابلس التحضيري قبل شهرين من تصفيات كأس العالم 2022 وشاركوا في المباريات الودية ضد كل من الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي، ويقوم باستدعاء الحارس بشير بن سعيد وعلي جمل لأول مرة، والحراس هذم الزوز ينشطوا في البطولة التونسية اللي هي واقفة عندها أكثر من شهرين. ما نعرفش سي منظر الكبير يمكن عاود رجع يتفرج عليهم في الإعادات، ولا يمكن زاد نصحوه بهم بعض السماسرة، ولا ما فهمت شنية حب يعمل بالضبط. احترامي لجميع الحراس وكلهم في نفس المستوى، لكن كما نعرفوا الناس الكل حراسة المرمى هي أهم مركز في كرة القدم، وكان أهم مركز يقع تعامل معه بالشكل هذا فعلى الدنيا السلام. فما شكون باش يقول معز حسين ما عندوش فريق وما يستحقش يكون في القائمة؟ اي نعم ما يستحقش، لكن ما يستحقش يكون في قائمة طرابلس جوان الفارط. اما الله غالب حبوا يلقاو فيه تسمسيرة قللهم الخليج وتونس ليه، ولا كيفاش نفسروا مشاركته في الثلاث مباريات الودية كأساسي طيلة الوقت لمدة 90 دقيقة ومن غير منح اي فرصة للحارس عاطف التخيلي لإثبات نفسه؟ وبالطبيعة بن شريفية وبن مصطفى نعرفوهم وقيمة ثابتة في حراسة المرمى وما فيهوش كلام، وكان سي المنظر يحب يزيد يجرب حراس اخرين كان من الأجدر أنه يستدعي أيمن دحمان لجماهير الكل مهما كانت انتمائها تشهد به في حراسة المرمى. أما الله غالب منتخبنا بالاكتافات. ثانياً وفي الحقيقة ما فهمت شنية الغاية من استدعاء كل من اللاعب حمزة المثلوثي فخر الدين بن يوسف. ياسي المنظر القائمة اللي فاتت ضمت كل من كشريدة ومحمد دراجر والزوز من أحسن الأظهرة اللي عنا حالياً، فاش قام تزيد عليهم في المثلوثي؟ وعليش نخسروا في لاعب نجم يكون في مركز آخر؟ مع ورود أخبار بموافقة يان فاليري وهيثم حسن للانضمام للمنتخب واللي ما شفناهمش في القائمة هذه ربما لأسباب إدارية، لكن بعد كيفاش باش تعمل كيف يجي اللاعب فاليري؟ رأوا المنتخب ماهوش لعبة واللاعبين زادة ماهمش لعبة ويحسوا وتجم تقديله على مستقبله بأبسط حكاية. وكيفاش تستدعي المهاجم فخر الدين بن يوسف اللي صراحة باس وكنترول ما يعرفش يعملهم، ويصلح كان انه يلعب كمدافع زلاط بالشوية الجرينتا اللي عنده، ودون الجرينتا ما عنده حتى شيء اخر، وفي نفس الوقت تستغنى على عصام الجبالي اللي شارك لمدة 15 دقيقة فقط في ثلاث مباريات الودية وكنا نتوسموا فيه الخير. لكن الله غالب السمسرة هلكت المنتخب وكرهتونا فيها الكرة. واحد من الناس نفرح بطبيعة كي تونس تترشح لكاس العالم، وان شاء الله نترشحوا وحتى بلاش مدرب باش نترشحوا، اما حاشتنا باش نوصلوا نقدموا مستويات باهية ونحسنوا في كورتنا. اما مع المدرب المكون هذا ورئيس الجامعة المخرب يا ذنوبي كان باش نقدمه ويا خوفي كان ما نترشحوش. كيما شهدت القائمة ايضا غياب كل من نعيم سليتي وعلي يوسف وسيباستيان تونكتي لدواعي صحية، وغياب اللاعب آدم باللامين واستدعاء اللاعب سعد بكير اللي كان مصاب في طرابلس الفارط. إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، إن شاء الله في موعد قادم، شوفوكم على خير، سلام.